الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو الناس إلى عبادته وحده، وأمرنا أن ندخلهم في الإسلام لكي ننقذهم من النار وندخلهم الجنة. لكن هناك آية في القرآن إذا ما قرأتها ولم تعرف تفسيرها أو سبب نزولها لاختلط في عقلك الكثير من الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فكيف الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دين الله، وفي هذه الآية يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، يعني أدعوتهم، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فلماذا ندعو الكفار إذا كانوا لن يؤمنوا؟ هذه الآية نزلت في أبي جهل خصيصا وحصرا، وفي خمسة من أهل بيته وأصحابه. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالمقصود بالكفار هنا أبو جهل وحده، هو وخمسة من أهل بيته ومن أصحابه فقط. أما باقي الكفار فيجب علينا أن ندعوهم إلى الله وأن ننقذهم من النار إلى الجنة. وبهذا قال الضحاك، وقد رواه عن ابن عباس رضي الله عنه.